مرحبا أصدقائي المشاهدين، بدي رحب فيكن بحصتنا لليوم من برنامج مدرستي. هيدي حصة علم الحساب أو الرياضيات، وأنا اسمي شمس بعلمكن هيدي المادة. حضروا حالكن كتير منيح، فتحوا عيونكن ودينيكن حتى تسمعوا وتشوفوا كل الأشياء يلي رح نقولها أو نكتبها على اللوح، وتذكروا أنه تكتبوها عندكن على الدفتر أو على الورقة حتى ما تنسوها أبداً. من بعد كل درس ما تنسوا ترجعوا تكرروا الأشياء اللي تعلمناها حتى ترسخ أكثر بأذهانكن. ببداية هيدي الحصة شو رأيكن نسمع سوا لأغنية الأرقام؟ من بعدها منباشر بدرسنا. أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. مزرعة جدي أشجار كثيرة، رأيت فيها ثمار صغيرة وكبيرة، ورحت أعدها، هيا هيا نعدها. أحد عشر تفاح، اثنا عشر أناناس، ثلاثة عشر برتقال، أربعة عشر دراق، خمسة عشر مشمش، ستة عشر رمان، سبعة عشر كرز، ثمانية عشر إيجاز، تسعة عشر وعشرون، رأيت شجر الليمون. إلفن، تويلف، ثيرتين، فورتين، فيفتين، سيكستين، سيفنتين، ايتين، 19 and 20. In my grandfather's farm I saw a lot of trees that have many fruits. Let us count them please. Come, let's count them all, all the fruits big and small. 11 apples, 12 pineapples, 13 oranges, 14 peaches, 15 apricots, 16 pomegranates, 17 cherries, 18 pears, 19 and 20. The fruits were plenty. هلأ رح نبدأ بدرسنا مثل ما وعدتكن. رح نكمل ونشوف على مستقيم الأعداد الأرقام، بس هالمرة رح نشوف تحديداً أي هو الرقم يلي بيكون أكبر من الثاني. طلعوا منيح معي، قلنا أنه بالعد التصاعدي الرقم بيكون عم يكبر. أنا بلشت من اليسار لأنه الأرقام مكتوبين باللغة الإنجليزية، وهيك بيكون العد التصاعدي والرقم عم يكبر. يعني إذا أنا بلشت من الزيرو وجبت رقم من هون مثلا، إذا أنا حطيت نقلتهم 1 2 و 3، بيكون الرقم كبر، بيكون الرقم تصاعد وازداد. تتذكروا صديقنا التمساح يلي بيكون كتير جوعان وما بيقبل إلا يأكل الأرقام الكبيرة الأكبر، ما بيقبل يأكل الرقم الأصغر لأنه كتير بحب يأكل. بيصير يقول إنه إذا أكلت الرقم الأصغر ما بشبع، لازم أكل الرقم الأكبر حتى أشبع. فإذن رح نشوف هلأ أنا وياكن أي هي من الأرقام يلي رح يأكلها التمساح. خلينا نشوف، هو رح يفتح تمه صوب الرقم الأكبر، يعني 1 2 3. بدي أشوف أي هي أكبر، الـ 1 أو الـ 2. طلعوا على اللاين، طلعوا على المستقيم يلي عليه الأعداد 1 2. نحن ماشيين تصاعديا 1 2، يعني 2 هي أكبر. فإذن التمساح رح يجي ورح ياكل
number 2 لأنه number 2 هي أكبر من 1. طيب 1 2 3 أو 2 3 أي رقم رح يأكل التمساح؟ فكروا منيح واتطلعوا على مستقيم الأعداد line numbers line. ماشيين نحن 0 1 2 3 بشكل تصاعدي طالعين 1 2 3. إذا 3 إجت من بعد 2 معناتها 3 هي أكبر من 2، معناتها التمساح صديقنا بده يجي وياكل ال 3، ما هيك؟ ما رح ياكل ال 2 لأنه ال 3 هي أكبر من 2 مثل ما عم نشوف على الخط اللي عليه الأرقام مستقيم الأعداد. رح أعطي مثال آخر، مثلا رح تابع 4 5 6. خلينا نشوف 3، عملنا 1 2 3، هلا 3 او 4 ايها اكبر؟ طلعوا منيح على مستقيم الاعداد 1 2 3 4 عم نتصاعد، فاذا ال 4 لانه اجت من بعد 3 هي اكبر، فكمان التمساح رح ياكل نمبر 4 لأنه هو أكبر، يعني رقم 4. 4 أو 5، 4 أو 5 كمان، خلينا نتطلع 4 5 كمان لأنه بشكل تصاعدي التمساح رح ياكل نمبر 5. 5 أو 6؟ نفس الشيء بنتطلع 5 6 طالعين، فالتمساح رح ياكل نمبر 6، وهكذا منكمل بالأمثلة. وانتو كمان شوفوا دايما على الخط إذا كان العد تصاعدي معناتها الرقم الأكبر هو يلي رح ياكله التمساح. رح أعطي مثال آخر، رح أكتب 8 ورح أكتب 11 ورح أكتب 4. طلعوا منيح، عندي 8 و11 و4. خلينا نشوف وين ال8 على مستقيم الأعداد. نمبر 8 هون وبعدين 11. خلينا نشوف 11 بتجي قبل نمبر 8 أو بعده. 11 بتجي 9 10 11 من بعده، فإذا 11 لازم تكون أكبر لأنه نحن من ال8 عم نتصاعد بالعد، فإذا عم نكبر أكثر، الرقم عم يكبر، فنمبر 11 هو أكبر من 8، فالتمساح رح ياكل نمبر 11 و4. شفنا وين مكان ال 11 على المستقيم، خلينا نشوف وين نمبر 4. نمبر 4 هو قبل نمبر 11، معناتها نمبر 4 هو أصغر من 11، فإذا التمساح كمان رح ياكل نمبر 11 لأنه نمبر 11 هو أكبر من نمبر 4. دايما بنطلع على مستقيم الأعداد لنشوف إذا كان العد تصاعدي يعني الرقم عم يكبر، إذا كان تنازلي يعني الرقم عم يصغر. حتى نتذكر نحن تمه للتمساح، لحتى نتذكر انه هو بياكل الارقام، مثلا انه هو رح ياكل نمبر 2 مش نمبر 1، رح نعمل شكل تمه مثل تمه للتمساح. شفتوا؟ رح نعمل خطين على شكل تمه للتمساح. مثلا هون 11 و4، كمان تنعرف انه رح ياكل ال 11 رح نعمل هيدي الاشاره على شكل تمه للتمساح. شفتوها منيح؟ فإذا هلا هيدي الإشارة رح نصير عم نستعملها كأنه هي تمه للتمساح مفتوح تياكل الرقم الأكبر. فيكن أنتوا تعملوا بإيدكن كمان هيدا الشكل مثل تمه للتمساح، وفيكن تلعبوا وتحطوا أرقام أو تخلوا مثلا إخواتكن يحطوا رقم على إيدهم وأنتوا تجوا وتهجموا وتاكلوا الرقم الأكبر مثل ما بيعمل التمساح. فمن هلأ ورايح رح نصير عم نستعمل
هذه الإشارة مثل تمه للتمساح تنقول إنه هذا هو الرقم الأكبر يلي رح يأكله التمساح. اتفقنا؟ رح أعطيكم مثال هالمرة من دون التمساح، رح نرسم شكل تمه علامة الأكبر أو الأصغر. بس قبل خليني نبهكم إنه لاحظتوا إنه دايماً التمساح بيبرم ظهره للرقم الأصغر، ما بيحب ياكل الرقم الأصغر، دايماً بيبرم ظهره. إذا حطيته هون مثلاً بيفتح تمه على الرقم الأكبر 3 وبيبرم ظهره للرقم الأصغر يلي هو 2. يعني التمساح بالعد التصاعدي دايماً شكله هيك لأنه الرقم عم يكبر، فبيضل ماشي بهيدا الشكل عم ياكل الأرقام يلي عم تكبر. بينما إذا كان العد تنازلي بيكون شكل تمه بالعكس لأنه بيكون عم ياكل الأرقام. إذا كان من العربي مثلا من اليمين إلى اليسار بيصير تمه هيك لأنه بيكون عم ياكل الرقم الأكبر. فإذا ننتبه على شكل تمه للتمساح لأنه هو رح ياكل الرقم الأكبر. فإذا هاي هي الإشارة اللي رح نصير نستعملها، هي شكل تمه المفتوح للتمساح صوب الرقم الأكبر. إذا كان الرقم الأكبر هون نفتحه هيك، إذا كان الرقم الأكبر بهيدا الجهة نفتحه بهيدا الشكل. رح أعطيكم أمثلة أخرى هون على اللوح من دون التمساح، بس رح نستعمل شكل تمه للتمساح. مثلا رح جيب نمبر 14 ونمبر 16، بعدين رح جيب نمبر 20 ونمبر 12، واخر شيء رح جيب نمبر 10 ونمبر 1. هلا باللون الاحمر او الزهري رح استعمله حتى ارسم هيدي الاشاره لحتى نعرف اي هو الرقم الاكبر. 14 و16 اذا طلعنا على مستقيم الاعداد 14 بشكل تصاعدي 16 معناتها 16 هي الأكبر، فرح يجي تمه للتمساح بهيدا الشكل وبتجي العلامة بهيدا الشكل لأنه هذا الرقم هو أكبر. 20 و 12، 20 هي هون و 12 هي قبلها لأنه هيدا آخر رقم نحن وصلنا له 12، فإذا 12 هي أصغر من 20، يعني 20 هي الأكبر، يعني التمساح بده يفتح تمه تياكل ال 20 بهيدا الشكل. واخر وحده 10 و 1، 10 و 1 هي بالاول بتتذكروا، معناتها 10 هي اكبر من 1 والتمساح كمان بده يفتح تمه على ال 10 حتى ياكلها، فرح تكون الاشاره بهيدا الشكل. فينا نعمل كتير تمارين ونطبق هيدا الدرس ونستخدم إشارة تمه للتمساح اللي بيفتحه بيروح بفتش على الرقم الأكبر حتى ياكله. فيكن تلعبوا هيدا اللعبة مثل ما قلتلكن، تحطوا على أصابعكن مثلا، حدا بيحط 5 وحدا بيحط 2 وبيجي حدا منكن بيعمل تمه للتمساح بده ياكل الرقم الأكبر يلي هو 2 أم 5؟ 5، فبيفتح تمه هيك صوب الخمسة وبياكلها. فيكن تلعبوا انتو واخواتكن وجيرانكن وتطبقوا هيدا الدرس وتذكروه دايما واكتبوه عندكن وخليكن منتظرين معنا لأنه رح يكون عنا المزيد من التمارين. نتابع مع بعض التمارين على اللوح. تابع هلأ درسنا، أكيد رح ننظر دايما لمستقيم الأعداد حتى نشوف الأرقام يلي هي أكبر والأرقام يلي هي أصغر، وما ننسى إنه التمساح بحب ياكل الرقم يلي هو أكبر دائما. خليني أسألكن أو حذركن حذورة، رح أكتب هذه المعادلات على اللوح 3 + 7 1 + 8 2 + 5 2 + 1 10 + 8 10
plus 4 بعدين 1 plus 1 plus 3. تركت هون فراغ لأنه بدي إياكم تحذروا أي وحدة من المعادلات هي الأكبر حتى ياكلها تمساح. 3 plus 7 أكبر أم 1 plus 8؟ شو قولكم؟ شو لازم نعمل تنعرف أيها هي الأكبر؟ 2 plus 5 أكبر أم 2 plus 1 أكبر؟ بدنا نشوف أي وحدة من المعادلات هي أكبر من الثانية حتى نطعميه لصديقنا التمساح حتى ما يجوع. مع أنه التمساح مثل ما عرفتوا أنه هو بيحب بيقدر ينطر فترة طويلة بلا أكل، بس بيحب يضل ياكل الأرقام الكبيرة. شو لازم نعمل؟ فكروا معي، أكيد لازم نحل المعادلة ونلاقي الجواب الصحيح، وبعدين نحل تاني معادلة ونشوف المجموع الجواب الصحيح، وبعدين منقارن، بنعمل مقارنة بين المجموع هون والمجموع هون على مستقيم الأعداد ومنشوف أي هو أكبر. رح ساعدكم أكثر. يعني أول شيء بدنا نلاقي الإجابة على هيدي المعادلة، المجموع تبع أول معادلة حسابية 3 plus 7. دايماً مثل ما بنعرف مننقي الرقم الأكبر يلي هو 7. طلعوا 3 7، هو أكبر 7، ومنزيد عليها بنمشي 3 أرقام لقدام بالعد التصاعدي 7 8 9 10. فإذا الجواب هو 10، لأنه أنا شفت السفن وين موجودة على المستقيم، وبعدين تقدمت 3 خطوات لقدام أو 3 أرقام، كأنه زدت عليه 3 أرقام وصلت لعند 10. فإذا الجواب الصحيح هو 10. 1 plus 8 كمان رح ناخذ الرقم الأكبر. نعرف كلنا أنه الـ 1 مش أكبر من الـ 8. نتطلع شفنا الـ 1 هون والـ 8 هون، يعني الـ 8 هي الأكبر. بدنا نمشي رقم واحد لقدام، بدنا نمشي خطوة واحدة لقدام، نعمل 8 9، لأنه 8 plus 1 كأنه، فإذا الجواب بيكون 9. هلأ منتطلع منشوف 10 و 9، أي وحدة منهم أكبر وأي وحدة أصغر؟ نطلع على المستقيم 9 10، يعني 9 هي أصغر من 10. 9 هي أصغر، فإذا التمساح لازم يأكل 10، ورح نخلي التمساح يأكل 10 لأنه 10 هي أكبر. وما ننسى الإشارة يلي هي على شكل تمه للتمساح. رح تابع بالمعادلات التالية 2 plus 5، أي هي أكبر؟ الـ 5 أكيد، طلعوا 2 طلعنا 5، فإذا بأخذ الـ 5 وبمشي بزيد عليها 2، بمشي خطوتين لقدام، يعني رقمين لقدام 5 6 7. الجواب النهائي بيكون 7. 2 plus 1، أي هو الرقم الأكبر؟ 2، لأنه 2 هي من بعد الـ 1، فإذا 2 بزيد عليها 1 بصير عند الجواب 3. 3 و 7، أي وحدة أكبر؟ 7 أم 3؟ 7 هي الأكبر كمان، التمساح رح ياكل نمبر 7، وما ننسى نرسم الإشارة على شكل تمه. 10 plus 8 هي الأكبر. شوفوا شو رح يصير هلأ، من التن لازم أقدم 8 steps، يعني 8 خطوات لقدام أو 8 أرقام. 10 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني الجواب هو 18. فإذا تقدمت من الـ 10 8 خطوات، صار عندي الجواب 18، ورح أكتبه هون. 10 plus 4 10
أكبر من الفور أكيد، بس هلأ بدي أمشي من التن فور ستيبس، أربع خطوات. 1 2 3 4، وصلنا عند نمبر 14، فإذا الجواب هو 14. طلعوا منيح، 18 و 14، أي هو الرقم الأكبر؟ 14 و 18 هو الرقم الأكبر، فإذا كمان التمساح رح يأكل هيدا الرقم يلي هو أكبر. وما ننسى نرسم شكل تمه للتمساح. آخر واحدة هي 1 plus 1 رح أقرب 1 step، خطوة واحدة 1، بيطلع الجواب عنا 2، نكتبه 1 plus 3، أي هو الرقم الأكبر 1 أو 3؟ طلعوا منيح، 3 بدي أقرب خطوة واحدة، يعني كأنه plus 1، بيطلع عنا الجواب 4. 2 و 4، أي هي أكبر؟ أي هي بده ياكلها التمساح؟ 2 أم 4؟ طلعوا 1 2 3 4، عم نطلع يعني 4 هي الأكبر، والتمساح رح ياكل الفور. وما ننسى إنه نعمل شكل تمه للتمساح كمان. وهيك منشوف كيف ممكن نعرف أي معادلة هي أكبر لما نحلها ونلاقي الجواب ونعمل شكل تمه للتمساح على الرقم الأكبر النهائي. بتعرفوا؟ هلأ رح خبركن غنية، رح علمكن غنية حلوة كتير عن التمساح الجائع. بتقول هيك: التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. قولوا معي: التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. هذا هو تمساح الأرقام، يأكل الرقم الأكبر. هذا هو تمساح الأرقام، لا يأبه بالرقم الأصغر. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. وهلأ رح نسمع هيدا الغنية مع الموسيقى، من بعدها منتابع حصتنا. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. هذا هو تمساح الأرقام، يأكل الرقم الأكبر. هذا هو تمساح الأرقام، لا يأبه بالرقم الأصغر. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. التمساح جائع، التمساح جائع، عم عم عم. التمساح رح ياكل هيدا الرقم أم هيدا الرقم؟ هيدا الرقم مزبوط، لأن الرقم الأكبر. هل التمساح رح ياكل هيدا الرقم أم هيدا الرقم؟ هيدا الرقم مزبوط، لأن الرقم الأكبر. هل التمساح رح ياكل هيدا الرقم أم هيدا الرقم؟ هيدا الرقم مزبوط، لأن الرقم الأكبر. وهلأ أصدقائي صار الوقت حتى نكون مع فقرة الأشغال اليدوية، وأكيد معلومة جديدة اليوم بدي أخبركن عن، بما أنه عم نحكي عن التمساح أنه بيبرم ظهره للرقم الصغير وبيفتح تمه للرقم الأكبر حتى يأكله. تذكرت أنه في حيوانين، واحد منهم هو طائر، الببغاء، باروت،
هيدا الطائر عنده صفة بتشبه الأرنب رابت، والصفة هي إنه اتنيناتهم الببغاء والأرنب بيقدروا يشوفوا لورا من دون ما يبرموا راسهم. يعني هلأ أنا مثلاً إذا بدي أطلع لورا ببرم راسي، وإنتو كمان نبرم تنشوف شو في ورانا، بس الأرنب والببغاء عندهم هيدي الميزة إنه بيقدروا يشوفوا لورا من دون ما يبرموا راسهم، لأنه عينهم موجودة بشكل إنه تقدر تبرم وتشوف شو عم بيصير ورا بلا ما هن يحركوا رقبتهم وراسهم. ذكروني بالتمساح يلي بيبرم ظهره ما بيشوف الرقم الصغير اللي وراه، بيشوف بس الرقم الكبير يلي بده ياكله. هن عكس هيدا التمساح، بيشوفوا الأرقام يلي وراهن وقدامهم، وإذا بدهم فيهم ياكلوهم أو لا، بس التمساح كتير بحب الأرقام. فإذا تذكروا هالمعلومة، الأرنب والببغاء الطائر بحبوا كتير إنه يشوفوا شو في وراهن، وبيقدروا يشوفوا شو في وراهن من دون ما يبرموا راسهم. وعتنسوا هالمعلومة، وحتى تتذكروها رح علمكن كيف تعملوا ماسك على شكل أرنب. فيكن تعملوه تتخبوا وراه وتصيروا تلعبوا أنتو وإخواتكن تخبوا ورا هيدا الماسك. اتفقنا؟ رح أرسم هيدا الماسك اللي هو على شكل أرنب. بلشت بالدينين الطوال، ما ننسى انه بقلب الدينة في عندهم هيك مساحة كمان فيها لون تاني. بعدين بننزل نرسم الراس، واكيد الوجه عندهم هن مثل خدود كأنه كبار شوي. وما رح ننسى الاسنان، لأنه بتعرفوا إنه الأرنب سنانه بيكونوا مبينين لبرا، وأكيد العيون يلي هلأ رح نقصهم حتى نقدر نصير نقشع ونشوف من خلاله. بس أكيد هلأ أنا وعم قصهم رح استعمل المقاس، ورح انتبه على إيدي، وإنتو طلبوا من حدا كبير يساعدكم حتى تقصوا هيدا الأرنب تتقدروا تعملوه ماسك مثل ما شفنا، أو قناع على شكل أرنب تحطوه على وجهكم. ننتبه لأنه المقص ممكن يأذينا، هو آلة حادة ممكن نروح حالنا فيه. أكيد أنا عم قص على الخط يلي رسمته، بعدين فيني استعمل ألوان مختلفة حتى لون هيدا الأرنب. أكيد فينا بعدين نزيد الشوارب تبع الأرنب، وهيك بكون قصيته. بضل في عندي العيون تحت نقص العيون، هي شوي صغيرة بدها تركيز، لازم أطويهم بهيدا الشكل هيك، وقص قصة صغيرة هيك. ومن بعد ما قص بقدر فوت المقص من هيدا المكان يلي قصيته تحت أقدر قص العين كلها بهيدا الشكل. ونفس الشيء بعمل مع العين الثانيه، بطويها شوي صغيره هيك، وبقص على الخط من الجهتين، وبعدين بدخل المقص بهيدا الشكل وبقص العين. وهيك بصير فيني شوف من خلال هيدا القناع يلي هو على شكل ارنب. اكيد انا
حطيت محل الأسنان لون أبيض كرتونة بيضة وعملت له الشوارب وصار بيشبه الأرنب. فيكن أنتوا تستعملوه حتى تلعبوا وتتذكروا هالمعلومة المهمة اللي خبرتكن إياها. رجعوا عيدوها معي إنه الأرنب والببغاء هن حيوانين، هيدا طائر وهذا حيوان، بيقدروا يشوفوا ورا ظهرهم من دون ما يبرموا رأسهم. وهلا أصدقائي صار الوقت حتى ودعكن لأنه حصتنا لليوم قربت إنه تنتهي. رح أترككن مع الأغنية ومن بعدها بودعكن تأرجع ألتقي فيكن بحصة جديدة. إلى اللقاء. فوق الشجرة عصفور يطير، تحت الشجرة دب كبير، فوق الغيمة نور الشمس، تحت الغيمة أمطرت بالأمس. فوق الشجرة عصفور يطير، تحت الشجرة دب كبير، فوق الغيمة نور الشمس، تحت الغيمة أمطرت بالأمس.